السلام عليكم، سي كارا سمالية ديسيبلين لا فوال. دونك جو بورت اجوردي الكاراكو تاع العاصمة، الترويج واسمو منطقة العاصمة، باسكو اون في بارتي دو سات ريجون. السلام عليكم، لالاوي نعمة لا فوال. جيت اليوم جو بريزونت جبة فرقاني لولاية قسنطينة. Bonjour, c'est Abdel Fitah Meissa, équipe nationale de vol toujours. Alors aujourd'hui je porte la tenue traditionnelle berbère et j'ai choisi cette tenue parce que je suis d'origine kabyle. Ourabah Soufsa, je pratique de la voile et je porte du Naili pour représenter la culture algérienne. Salam alaikum, Bellounis Lihed, spécialité l'haltérophilie. Rabilabsa, hada karakou asim. كيف مالك خديجة؟ أنا أرتدي زي قبائل التقليد الأمازيغي للترويج لثقافة الجزائر والتراث. السلام عليكم، وعلي رتيبة، راني لابسة لباس تقليدي القبائلي لترويج الثقافة الجزائرية. السلام عليكم، معكم كاميليا حلحوز، راني لابسة قفطة كاراكو بلوتو للترويج الجزائري. السلام عليكم، معكم ياسمين من الجزائر، وراني جو بريزونت لو كافتون الجيريان. السلام عليكم، معكم مختاري آية، جيت نمثل لباس القبائل التقليدي في محفل ألعاب دولي. السلام عليكم، ابتسام حرحوز، راني لابسة غرزة الحساب نلبسوها للحنة لترويج للباس التقليدي الجزائري الأصيل. بنت جبر وسيلة، شوي دالجيري، وراني بريزونتي في اللباس التقليدي تاع الجزائر العاصمة. شكرا. Salut tout le monde, ma famille comme ma 9-5 juillet. Je m'appelle Kouida Arcelia, je suis Manka, on est présenté le Karakou à Algérois. Merci.